السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع السنوات الخداعات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن شرها. شايفين الصورة دي؟ أي نعم الصورة دي. دقق فيها شوية كده، ركز. إيه المكان ده؟ مين اللي بيتكلم؟ وإمتى؟ وفين؟ وفي حضور مين؟ أما المكان فهو الجامع الكبير في أبو ظبي، أما المتحدث فهو حاخام يهودي صهيوني. وركز قوي على كلمة صهيوني دي. اليوم يوم جمعة، الحضور مسلمين، المستمعين إليه مسلمين، في مقدمتهم فضيلة الشيخ عبد الله بن بية الذي كنا نحترمه ونقدره عندما كان عالما لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخاف إلا من الله، ولا يتكلم في العلم إلا بما يحب الله ويرضى. شيخ عبد الله بن بية وجنبه وزير أوقاف الأردن الأسبق، قاعدين بيسمعوا موعظة مع عدد كبير من المسلمين في جامع في أبو ظبي، موعظة من واحد يهودي. أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة أنه يقعدوا يسمعوا موعظة من يهودي ولا من مسيحي، أنا لا توجد عندنا مشكلة أن كل واحد يوعظ أتباعه، فاليهودي يوعظ اليهود، والمسيحي يوعظ المسيحيين، والمسلم يوعظ المسلمين، بس كل واحد منهم يؤدي مواعظه في أماكن عبادته. مش يجوا عندنا إحنا في مساجدنا إحنا ويلقوا موعظة بين يدي المسلمين. طبعا الشكل ده هو ترجمة عملية للدين الإبراهيمي الذي دعت إليه قبل سنوات الإمارات، وهو المركز أو مركز الأديان الذي يضم مسلمين ومسيحيين ويهود، والدعوة إلى أن يكون الدين الإبراهيمي هو الأصل، ويبقى عليه تلتقي جميع الديانات اللي موجودة الآن. طبعا في الحقيقة كلام ده كلام لما نيجي بقى نضعه في ميزان الشرع، هل هذا شرعا مقبول أم مرفوض؟ في الحقيقة يا إخواني الكرام، نحن كمسلمين ندين ونفخر ونحمد الله تبارك وتعالى على دين الإسلام، ندين لله سبحانه وتعالى بدين الإسلام، ونتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا نؤمن أبدا بهذا الطرح الذي يريد أن يمرر على مجتمعاتنا ويبقى هو الأصل. نحن نرفض هذا الطرح تماما. ليه؟ لأنه أولا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أما علمت أن إبراهيم ويعقوب وإسحاق ماتوا على اليهودية ولم يموتوا على الإسلام؟ يعني أنت جاي بدين جديد يا محمد؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فدلت هذه الآية أن سيدنا إبراهيم وجميع الأنبياء من بعده، وهو أبو الأنبياء طبعا، كانت ديانتهم هي الإسلام. ففكرة بقى أن احنا ندلس على الناس ونقول للناس عودة إلى الخلف وتعالوا نؤمن بالدين الإبراهيمي كأن سيدنا إبراهيم جاء بدين آخر غير الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين جديد انسلخ فيه عن جميع الأنبياء الذين سبقوه، هل هذا معقول؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ يا زعماء الإمارات ويا كل من يريد أن يدنس هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أأنتم أعلم أم الله؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا دين الله تبارك وتعالى، وهذا الدين لا يقبل اللعب ولا يقبل المساس. وهذه الدعوة الكاذبة التي هي بمثابة السم في العسل، دعوة إن احنا نجمع كل الديانات ونجمع كل الناس على شيء واحد،
هذه دعوة فاسدة وعقيدة فاسدة. وأقول إن هذا المظهر الذي رأيتموه يا إخوة وقد حصل بالفعل، قد حصل بالفعل للأسف الشديد، أن حاخام يلقي موعظة داخل مسجد من مساجد المسلمين، هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة تستدعي منا جميعا أن يكون لنا وقفة وأن يكون لنا ردة فعل قوية لا تقل أبدا عن هذه ردة الفعل القوية التي حدثت ضد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في الهند أو في أي مكان. فإذا مطلوب من المسلمين جميعا أن يتكاتفوا لرد هذه الإساءة، الإساءة المرة دي لدين الله سبحانه وتعالى، تلاعب ممنهج بدين الله عز وجل لا يرضى به إنسان مسلم أبدا بأي حال من الأحوال. لذلك أحذر يا إخوان الكرام من هذا التدليس وهذا الكذب الذي يمارس على المسلمين ليلا ونهارا، حتى وصل الأمر إلى يعني تدنيس المساجد والمقدسات الإسلامية بهذه الصورة القبيحة القذرة النتنة كما رأيناها وتبعناها. وللأسف الشديد نرى هذا يتم على مرأة ومسمع، يعني واحد كنا نكن له احترام كبير زي الشيخ عبد الله بن بيه، ولكن أنا قلت قبل كده في فيلم كانت عملته الجزيرة اسمه الدين الجديد أو أبو ظبي والدين الجديد، كان في 2017 أظن، وتكلمت فيه لماذا تم اختيار الشيخ عبد الله بن بيه تحديدا ليرأس هذا المجلس الذي سموه بعد ذلك مجلس حكماء المسلمين، وكان مقصود ان هو هذا المجلس يضرب بشكل واضح الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. إذن الخطة ممنهجة وقديمة، والشيخ عبد الله بن بيه مغلوب على امره، وطبعا هذا ليس له عذر، الشيخ عبد الله وغيره من العلماء لا عذر لهم ابدا، لا عذر لهم. فالعالم لا يصح أبدا بأي حال من الأحوال أن يغير البيان عن وقت الحاجة وأن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى العلماء مسؤولية الدفاع عن هذا الدين. وإذا كتموا شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله وسكتوا وخافوا أو جبنوا تصيبهم لعنة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فنسأل الله تعالى أن يتوب عليهم وأن يخرج الشيخ عبد الله بن بيه والشيوخ الذين ساروا في ركب الإمارات وهذا التحالف الصهيو إماراتي، نسأل الله تعالى أن يتوب عليهم وأن يعودوا إلى رشدهم. لكن أيها الإخوة المسلمون انتبهوا لدينكم وتمسكوا به واحذروا من مثل هذه المصائب التي لا يراد من ورائها إلا الإساءة لدين الله سبحانه وتعالى وتدنيس وتشويه دين الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.